السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم جميعا. إن شاء الله في الفيديو ده هنشرح مع بعض خطوات تسجيل الدخول على بوابة الطالب البرامج الخاصة لكلية تمريض جامعة بدن. الأول بدخل على اللينك الخاص بالتسجيل، بعد كده بعمل كليك على تسجيل دخول. الفيديو ده خاص بالطلاب اللي هتسجل على برنامج المكثف. بعد ما عملت كليك على تسجيل دخول بيطلب مني نوع الطالب، عند علامة اختر بعمل كليك عليها وبختار طالب محول من خارج الجامعة او حاصل على مؤهل. الكلية المراد التسجيل بها بختار كلية التمريض. البرنامج المراد التسجيل به بختار بكالوريوس في علوم التمريض المكثف. القسم بختار بكالوريوس المكثف والسنة 2024 أو على حسب السنة اللي أنا بسجل فيها. بعد كده بيطلب مني اسم الطالب باللغة العربية واسم الطالب باللغة الإنجليزية. اسم الطالب باللغة العربية طالب اسم الطالب والأب والجد، ببدأ أدخل الأسماء. بعد كده اسم الطالب باللغة الإنجليزية، ببدأ أكتب اسم الطالب واسم الأب واللقب باللغة الإنجليزية. بعد كده هلاقي البيانات الشخصية. البيانات الشخصية اللي طالبها مني الجنسية، بعمل كليك على اختر وبختار الجنسية بتاعتي. بعد كده الديانة، اختر وبختار الديانة، وبعدين بكتب رقم تحقيق الشخصية. وبعدين بكتب النوع او بختار النوع ذكر او انثى. هنا تاريخ الميلاد بلاقيه اتعمل اوتوماتيك بناء على رقم تحقيق الشخصية اللي انا دخلته. بعد كده بكتب العنوان بتاعي بالتفصيل. البريد الالكتروني بتكتب اي ايميل عندك يكون شغال، وليكن الجيميل بتاعك. ببدأ ادخل هنا بكتب الجيميل. وبعد كده كلمة المرور، اي كلمة مرور انت عايزها، مش شرط خالص تكون الباسورد بتاع الايميل، المهم ان هي ما تقلش عن 8 ارقام او حروف. بعد كده بيقول لك تأكيد كلمة المرور، بتبدأ تدخل تاني كلمة المرور اللي انت دخلتها، والمهم ان انت تحفظ هنا الايميل وكلمة المرور اللي انت عملتها دلوقتي، عشان ده اللي هتدخل بيه على الحساب بعد كده. بعد كده المحمول، بتكتب رقم الموبايل، ويفضل ان يكون الرقم ده عليه واتساب علشان بيبعت لك كود وبيتواصل معاك بعد كده بعد التسجيل. بعد كده البيانات الدراسية، دي البيانات الدراسية بتاعتك اللي انت حاصل عليها. تبدأ الاول طالب الجامعة، بختار الجامعة اللي انا متخرج منها. بعد كده الكلية، تبدأ تختار الكلية اللي انت متخرج منها. ايا كان الكلية اللي انت متخرج منها، بعد كده اخر فرقة او مستوى دراسي، ببدأ اختار من هنا اخر مستوى انا وصلت ليه. او الفرقة الدراسية اللي انا وصلت لها اخر حاجة. بعد كده العام الاكاديمي اللي انت حصلت من خلاله على المؤهل. بعد كده بتكتب التقدير وبتكتب المجموع في المربع اللي قصادها. طبيعة الدراسة، تبدأ تختار انتظام. نوع التحويل، تبدأ تختار مستجد. بعد كده حفظ. بعد ما بتعمل حفظ تعمل رجوع، بعد التأكد ان كل البيانات بتاعتك سليمة هتعمل رجوع. هيرجعني للصفحة الرئيسية بتاعة التسجيل. هنا انا مش هختار تسجيل جديد،
انا هدخل الايميل اللي انا كتبته فيه البيانات والباسورد، وبعد كده كليك على تسجيل دخول. هيبدأ هنا يظهر لي البيانات اللي انا سجلتها اثناء فترة التسجيل. المطلوب مني اول حاجة ان انا اعمل تحميل المستندات او الملفات المطلوبة مني اللي اعلنت عنها شؤون الطلاب. بعمل كليك عليها، بيقول لك ان اهم الملفات دي شهادة الميلاد والصورة الشخصية وشهادة المؤهل وشهادة الخدمة العسكرية. لو ما رفعتش اي حاجة من البيانات دي مش هيتبع الاستمارة بتاعت التسجيل بتاعتك في النهاية، بجانب طبعا الملفات المطلوبة منك. علشان ارفع الملفات بعمل ايه؟ باجي هنا عند علامة الزائد الخضرة دي، نوع المستند الرئيسي بيكون فيها تحتها مربع مكتوب فيه اختر، بعمل كليك عليها بلاقي تلات ايقونات: المستندات الأساسية للطالب، مستندات المتابعة الدراسية للطالب، مستندات مظروف التقديم. أول حاجة أنا هرفعها وهي المستندات الأساسية للطالب. المستندات الأساسية للطالب قصادها مربع مكتوب فيه اختر، بعمل كليك عليها وأشوف إيه هي المستندات الأساسية اللي مطلوبة مني. وليكن أول حاجة أنا عايز أرفعها شهادة الميلاد. بكون طبعا مجهز كل الصور بتاعه المستندات بتاعتي سواء على الموبايل او اللابتوب او جهاز الكمبيوتر الخاص بيا، علشان يبقى سهل ان انا احمل المستندات بتاعتي كلها في وقت واحد. اخترت شهاده الميلاد، هاجي هلاقي علامه صوره وتحتها كلمه اختيار ملف، بعمل كليك على اختيار ملف. بعد كده بختار الملف اللي انا عايز ارفعه وهي شهاده الميلاد. هستنى ثانيتين هلاقيه رفع لي شهادة الميلاد. تعالوا نشوف اهو بدأ يرفعها لي، هلاقي ان المربع اللي كان فاضي فيه الصورة بتاعة شهادة الميلاد. بعد كده هعمل كليك على علامة الزائد عشان ارفع حاجة تانية. تمام، كل ما برفع حاجة لازم اعمل كليك على علامة الزائد، وابدأ هنا تاني نفس الخطوات: المستندات الأساسية للطالب، وبعد كده المربع اللي جنبها بختار وليكن صورة بطاقة الرقم القومي، وبعد كده اختيار ملف بختار الصورة بتاعة الرقم القومي. هستنى ثانية واحدة هلاقيه حملها لي، يبقى هنا حمل معايا فوق شهادة الميلاد وصورة الرقم القومي. عايز اضيف اي حاجة تانية ببدأ من هنا علامة الزائد الخضراء، بعمل كليك عليها. بعد كده كليك على اختر المستندات الاساسية، بعد كده اختر نفس الطريقة للصورة الشخصية وشهادة المعادلة وشهادة الثانوية العامة وكل البيانات المطلوبة منك بنفس الطريقة، ببدأ ارفعها واحدة واحدة. وليكن انا عايز ارفع شهادة التخرج، بعمل كليك على شهادة التخرج اختيار ملف، ببدأ اختار هنا شهادة التخرج، رفعها لي. يبقى انا كده رفعت عندي ثلاث حاجات مع بعض، وهي شهادة الميلاد، صورة الرقم القومي، وشهادة التخرج. خلصت كل المستندات المطلوبة مني في المستندات الأساسية. عايز أرفع المستندات بتاعة الدراسة، كليك على علامة الزائد، ومن هنا عند اختر بختار مستندات المتابعة الدراسية، فيها كل الحاجات الخاصة بالدراسة. هبدأ أعمل كليك قصادها، بلاقي كل الأيقونات دي أشوف إيه اللي مطلوب منها وببدأ أرفعه. وليكن أنا مطلوب مني الموقف من التجنيد ده للذكور، أو بيان الدرجات عايز ارفعه، بعمل كليك عليه. بعد كده اختيار ملف نفس الطريقة لكل الملفات بعملها، ببدأ ارفع هنا بيان الدرجات. رفعها لي اهي. تمام، عشان يحفظها وارفع اللي بعدها هاجي اعمل كليك على علامة الزائد ومن اختر مستندات المتابعة الدراسية للطالب، واختر عايز مثلا احط بيان حالة او الموقف من التجنيد،
بعمل كليك على الموقف من التجنيد، بعد كده اختيار ملف، نفس الخطوات بعملها لكل المستندات المطلوبة. المهم بعد ما برفع كل المستندات المطلوبة مني ببدأ أعمل كليك على علامة حفظ. طيب لو أنا ما رفعتش كل البيانات بتاعتي النهاردة أو المستندات بتاعتي مفيش مشكلة خالص، اليوم التاني أو اللي بعده ببدأ عايزي أدخل على الحساب بتاعي وبدخل المستندات المتبقية بنفس الطريقة اللي احنا شرحناها دلوقتي. بعد كده هعمل كليك على رجوع بعد ما حفظت البيانات، وهاجي هنا تاني خطوة هعمل دفع مصروف التقديم، ضغطت عليها وهبدأ اعلم على الحاجات المدفوعات اللي انا هدفعها. هنا مطلوب منك استمارة الالتحاق ورسوم التسجيل، يبدأ هنا من علامة الاختيار بعلم بس على استمارة الالتحاق ورسوم التسجيل، مش بعلم خالص على المقص. اذا هنا المطلوب منك 950 جنيه زائد بقى الضريبة بتاعت فوري. بعد كده بتعمل كليك على علامة فوري، وبعدين بضغط على الدفع بواسطة فوري، وبعدين استمر، وبعدين تأكيد الدفع او كونفيرم. بلاقيه ظهر لي كود، باخد الكود ده برينت سكرين و او ان هو بيتبعت لي على رقم الموبايل اللي انا سجلته في البيانات بتاعتي او الايميل اللي انا سجلته في البيانات بتاعتي، باخد الكود ده وبروح اي مكتب بيدفع عن طريق فوري او اي محل او سنترال بيدفع عن طريق فوري، بديله الكود وبقول له ادفع لي على الكود ده، هياخد مني 950 جنيه زائد الضريبة اللي بتحددها شركة فوري. بعد ما بتدفع بتاخد الايصال وبتسلمه في شؤون الطلاب مع استمارة التسجيل. طيب استمارة التسجيل بجيبها منين؟ بعمل رجوع او ادخل تاني على اللينك من الاول، بعد كده بعمل كليك على استمارة التسجيل، واستمارة التسجيل دي مش هتظهر معايا الا بعد ما ادفع المصروف. هستنى عليها شوية لحد ما تحمل الصفحة بتاعت الاستمارة. هي بتاخد وقت شوية حوالي دقيقة. ادي دي الاستمارة، هطلع كده عشان كل البيانات بتاعتي اتأكد منها، لاما باخدها برينت سكرين وبطبعها، بس المهم ان انا اخد برينت سكرين للصفحات كلها بتاعة الاستمارة، او من فوق علامة السهم اللي فوق بختار منها بي دي اف علشان يحول الاستمارة دي لبي دي اف، بعد كده جنبها كلمة اكسبورت يبدأ ينزل لي الاستمارة عندي على الجهاز او على الموبايل في صيغة بي دي اف، باخدها لأي مكتبة وبطبعها وبسلمها مع الملفات بتاعتي لشؤون الطلاب. دي كده كل الخطوات بتاعة التسجيل على برنامج المكثف كلية تمريض جامعة بنها. شكرا وبالتوفيق ان شاء الله للجميع.